السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أصدقائي، اليوم سنطبق لكم كيف نطابق. أولا سأقسم يدي اليمين 3 مرات ويدي الشمال 3 مرات، ثم أتمضمض 3 مرات، ثم أستنشق 3 مرات. اليمنى تحمل الماء إلى الأنف ثم أنزلها باليسرى. أغسل وجهي من مطرح الشعر إلى ذقني 3 مرات، ثم أغسل ذراعي من طرف الأصابع إلى المرفقين 3 مرات، ويدي الشمال أيضا، ثم أمسح شعري إلى أذني 1 واحدة، ثم أغسل قدمي من أطراف الصوابع إلى الكعبين. الآن وقت الأسئلة، 3 أسئلة. أولا أغسل يدي من مرفق الأصابع إلى ماذا؟ أمسح رأسي كم مرة؟